لدينا كرة الآن، انطلاقة مع لاعب إلتون، يحاول إلتون في مساحة، هل نشاهد التسديدة؟ الله 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 الله، البداية السريعة الآن، البداية السريعة لمصر والفرصة الأولى مع اللاعب إلتون فيليبي. لاحظ الكرة، وضع الكرة بهذه الدقة، بهذا التركيز أكيد من جانب اللاعب إلتون فيليبي، وبالتالي فريق خورفكان يتقدم بالهدف الأول. حاضرا بالألقاب، لاحظ الكرة والتسديدة، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، هنا فابيو دي ليما يسجل الهدف التعادل لمصلحة فريق الوصل الإمبرا. ويدوب نتحدث عن الهدافين التاريخيين اللي تواجدوا على مستوى مسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، لكن هنا الكرة وفابيو ليما يأتي وبتسديدة قوية على شباك حارس المرمى أحمد محمود، وبالتالي يتستمر هنا الاستلام. ليما خطيرة خطيرة المحاولة، هل من هدف ثاني؟ المحاولة، لكن هنا الهدف، نعم الهدف، أو الكرة مستمرة، أعتقد في هدف، نعم الهدف يسجل، نعم لمصلحة فريق الوصل، يتقدم الآن الهدف الثاني، الهدف الثاني. لاحظ الكرة والتمريرات، النقلات المستمرة، وبعد ذلك العرضية، وأتى اللاعب جيلبرتو أوليفيرا هو من سجل الهدف. هذه اللقطة أعتقد مرت وعدت، عدت في اللقطة الماضية، وبالتالي الإمبراطور الوصلاوي يتقدم الآن بالهدف الثاني. هذه الكرة حارس المرمى شالها من داخل المرمى، نعم نعم نعم، هذه اللقطة واضحة ومستمرة خطيرة مع إلتون، يبحث عن كرة، يبحث عن التسديدة، الله يا سلام يا سلام، الله 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 الله، إلتون فيليبي يعود لمصلحة فريق خورف بكرة جميلة وبهدف رائع، سجل الهدف لمصلحة فريق خورف. كان لاحظ الكرة ووضع الكرة في الزاوية الصعبة لحارس المرمى، وعودة بالتعادل، لكن الله على مهاراتك، الله على هذه الكرة ووضع الكرة بهذه الطريقة في ظل وجود المدافعين، وأيضا وضع الكرة في سقف المرمى، وبالتالي يتقدم ويعود لمصلحة فريق خورفكان بالهدف. يلعبها باتجاه اللاعب رودريجو، خطيرة 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 في مكان، الله، التقدم لمصلحة فريق الوصل. لاحظ النقلات، لاحظ التمريرات، وبعد ذلك أتى اللاعب توماس وسجل لمصلحة فريق الوصل الهدف الثاني.